ونعطل الانتخابات خالص ونجريها بعد سنه، ما حدش له دعوه بينا، حدش يجي يدينا اوامر، لا الامريكان ولا الالمان ولا البريطانيين ولا تركيا ولا اي حد، لانه اللي بيسمح بالتدخل في شؤونه الداخليه هو الدول منقوصه السياده. وانا اعتقد ان جزء من ثوره الشعب المصري في ثورته كانت لاسترداد السياده الوطنيه، لانها كانت انتهكت. بس هو لاننا كنا بنبقى رهينه في يد انه البيت الابيض راضي ولا مش راضي، انا معاك، الغرب راضي ولا مش راضي. بس انت امام العالم، انت هو لو لك دراعك ما فيش مجال ان يتقال الكلام ده. انا عشت تجربه الانتقالات الكبرى وانا في الامم المتحده في اوروبا الشرقيه وفي امريكا اللاتينيه. لم تجرى انتخابات في اي دوله من هذه الدول الا بعد 4 سنوات انتخابات برلمانيه طبعا. لانه في بيئه تحضيريه عشان نصل لبرلمان عادل يعبر عن إرادة شعبية غير مزيفة، لابد من تحضير الأرض نفسها، بيئة تشريعية، توازن القوى الاجتماعية،